أبدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية ترحيبها بضيفة مصر السيدة ميرالا بيتشروفيتش قرينة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في زيارتها إلى بلدها الثاني مصر. وفي تدوينة لها على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة انتصار السيسي أنها تفقدت مع قرينة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري للتعرف على الدور الإنساني الذي يلعبه الهلال الأحمر وجهود المتطوعين المخلصين به.